وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. الله عز وجل حرم الربا بكل صوره، فهو مفسدة، وإن توهم متوهم خلاف هذا فلا عبرة بكلامه. الذين يقولون اليوم إن الربا إذا ظهرت فيه المصلحة يباح، وأنه مباح عند الضرورة، فيباح للإنسان إذا أراد أن يشتري بيتا أن يقترض من البنك أو يقترض من الدولة بفوائد بربا، يقولون هذا فيه مصلحة. قولهم باطل، والربا فيه المفسدة. وكيف تتصور المصلحة في حرب الله وحرب رسوله صلى الله عليه وسلم؟ كيف تتصور المصلحة في شيء يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم درهم ربا يأكله الرجل وهو يعلم أشد عند الله من 36 دنيا؟ كيف تتصور المصلحة في ذنب يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم الربا 72 حوبا أيسرها أن يأتي الرجل أمه؟ 72 ذنبا أيسرها أن يزني الرجل بأمه. كيف يتصور المسلم أن ما يساوي الدرهم منه 36 زنية يباح لامتلاك بيت أو نحو هذا، أو ما يكون أقل الذنب منه أن يزني الرجل بأمه يباح من أجل أن يشتري الإنسان بيتا أو شيئا من هذا القبيل؟ لا شك أن المصلحة والمفسدة إنما تعرف بالنصوص،